الآن بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الحلقة 12 من برنامج إيماننا الأقدس. إن شاء الله الأسبوع اللي جاي أسبوع الألام، والصيام اللي كنا من يومين بنقول هيقعد 55 يوم خلاص خلص، وبكرة إن شاء الله جمعة ختام الصوم، ويبدأ بعديها على طول أسبوع الألام. كل سنة وحضراتكم طيبين. شوفوا الكنيسة بتصبرنا إزاي، واللي يمشي معاها السكة بتاعتها يلاقي الطريق سهل. الكلمة اللي قالها ربنا له المجد: نيري هين وحملي خفيف. من بعيد اللي يبص يلاقي الحكاية صعبة قوي، صوم طويل 55 يوم مش هنلاقي حاجة ناكلها، لكن اللي يخش مع الكنيسة ومع قرايتها ومع صلواتها وقداساتها يستفاد بالأيام في توبة وفي عشرة مع ربنا، يلاقي نفسه مش تعبان ومش شبعان من اللي الكنيسة بتقدمه وعايز تاني، فيخش على أسبوع الألام بلهفة وبشوق، والألحان الطويلة والانقطاع الأطول والقراءات الأكتر والنسكيات الأتقل. ربنا يديكم الصحة كلكم، ويبارك في حياتكم ويبارك في جهاتكم، وتكون أيام مبروكة، وربنا يعيد عليها يعيدها عليكم وعلى الكنيسة كلها بالخير والبركة. جمعة ختام الصوم فيها الأنديل، سر مسحة المرضى، أو بنسميه الأنديل العام. طبعا اسمه أنديل عشان فيه زيت في الطبق بينور، وهو ده الأنديل فبينور. والكنيسة طول فترة الصوم بتكلمنا عن النور، إزاي حياتنا تنور بالمسيح له المجد، لغاية ما اللعمة يتخلق له عينين ويفتح ويشوف الاستنارة. فبتيجي الكنيسة بقى في ختام الصوم وتدينا سر مسحة المرضى بالفتايل اللي منورة بالزيت، وتقول ها نورته ولا لسه، حد تعبان، حد مش مستحمل، حد الصوم أنهكه جسديا، حد فيه خطية في حياته بيجاهد فيها طول الصوم ونفسه يشفى منها ويخف منها، فتروح كنيسة مقدمة لنا سر مسحة المرضى عشان تشفينا من خطايانا وأمراضنا النفسية والجسدية والروحية. اللي عايز يستفاد كويس بسر مسحة المرضى يلزمه توبة حقيقية، ويلزمه اعتراف أمين، وربنا يشيل عننا كل حاجة متسلطة علينا، سواء مرض عضوي أو مرض نفسي أو مرض روحي. بالمناسبة طبعا الكنيسة ما بتهتمش قوي بحكاية المرض الجسدي، يعني ما بيشغلهاش قوي إن واحد يبقى صحته الجسدية ضعيفة أو مريضة. الكنيسة ما بتتخضش من الحكاية دي، وما بتجريش بلافة زي ما احنا بنجري، وبنخاف احنا على صحتنا قوي. الكنيسة بتبص على صحتنا الروحية، احنا بتبص على صحة الجسد اكتر من الروح، فبنتخض قوي لو الصحة الجسدية اتلمست للدرجة اللي ممكن الانسان يبعد فيها عن ربنا
ويزعل من ربنا ويخاصم ربنا ويتكلم على ربنا ويتضايق من ربنا لمجرد انه جاله مرض. واحيانا الحكاية دي تخرجه بره السياق فيبدأ زي اللي بيلوم ربنا بقى، او يعني احيانا بيعاير ربنا ويقول طب يعني انا صايم ربنا عايز ايه تاني، انا ما بتأخرش في حاجة والعشور في ميعادها، هو ايه ربنا احنا واخدين بالنا منه هو مش واخد باله مننا ليه؟ ده بيحصل عشان احنا حاطين اهتمامنا في الجسد، وهو ده الجهاد بقى بتاع الصوم كله اللي الكنيسة عمالة ترفعنا من الاهتمامات الجسدية الى الاهتمامات الروحية. وبعدين تيجي الكنيسة في سر مسحة المرضى وتقول لنا اللي ليه نفس يحمل الصليب يجي معانا، وتروح الكنيسة تستقبل كل واحد فينا وهو كده على مثال الصليب، وتمسحه بالصليب في الجبهة وفي الصدر أو القلب وفي الدراعين، وكأنها بترشم الإنسان كله بعلامة صليب أو بتحمله الصليب أو بتسنده بالنعمة على حمل الصليب. إحنا داخلين على أسبوع الآلام، وأسبوع الآلام ما هواش حدث خاص بالمسيح له المجد لوحده، لكنه خاص بالمسيح له المجد وبالكنيسة، وإحنا الكنيسة. فعشان كده الكنيسة بتساعدنا في أسبوع الآلام بالاستعداد النفسي والجسدي والروحي، بتسندنا بالنعمة المخزونة فيها بالروح القدس العامل في أسرارها، عشان تقول لكل واحد فينا أنت مش متساب لوحدك، بس قول عايز ولا مش عايز، جربت ونفسك تكمل ولا كفاية وعايز ترجع من الطريق. حتى لو وصل الحال إلى الموت زي العازر مثلا، الكنيسة تيجي يوم السبت اللي هو تاني يوم جمعة ختام الصوم، الكنيسة تورينا المسيح له المجد وهو بيقيم العازر بعد ما أنتن، لأن له 4 أيام. فالكنيسة بتقول لكل واحد فينا أنت مش لوحدك، نعمة ربنا قادرة على أن تخلص، بس هل أنت عايز النعمة؟ نحن فيها مقيمون زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في روميا، إحنا قاعدين في النعمة، عايشين في النعمة، لكن النعمة سايب لها فرصة عشان تتعامل معاك وتدركك، ولا إحنا مسيحيين بالاسم زي ما كانوا اليهود يفتخروا إن هم أولاد إبراهيم وما كانتش الحكاية بنسب الجسد، لكن الحكاية بالعلاقة بيننا وبين ربنا. في قصة الإنسان مع الله، الله خلق الإنسان، أعطاله نعمة الوجود، أعطاله نعمة الحياة، عمل له حدود بوصية وقال له يوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، وناس قالوا ده حكم، وناس قالوا ده نتيجة طبيعية، وناس قالوا عقاب، وناس قالوا لا ربنا ما بيعاقبش. الحقيقة أنه صلوات الكنيسة بتقول الأمر باتزان، أيوة في حكم وأيوة في عقاب، وأيوة الله محب، وأيوة كان في موت وربنا قرر أنه يفدي الإنسان ويخلص الإنسان من هذا الموت، وهو ده اللي حصل في التجسد. ففي البداية ربنا هو اللي عمل هذا الحكم اللي هو حكم إيه؟ حكم الحياة،
قال اللي هيقعد جوه الدايرة دي يحيى، اللي هياكل من الشجرة دي هيموت. وربنا حكم بهذا الحكم على الإنسان قبل أن يخالف الوصية، زي ما عمل نظام للفلك، زي ما عمل للطبيعة حدا فلم تتجاوزه، برضو عمل للإنسان حد وقال له ده حد الحياة بتاعك، لو تجاوزته هيبقى موت. هنقول ده نتيجة، أيوة طبعا نتيجة، لكن مين اللي قرر إن هي تكون نتيجة؟ ربنا. طب وربنا عمل كده ليه؟ عشان يحط للإنسان نظام، عشان يفضل الإنسان باستمرار عنده ما يعبر بيه عن حرية إرادته، عايز ولا مش عايز. عشان كده يجي يقول في إنجيل معلمنا يوحنا: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كل من يؤمن به، كل اللي عايز، كل اللي هيقبله تكون له الحياة الأبدية. لكن هو قدم خلاص من أجل الكل. طيب يسري على الكل؟ لا، يسري على اللي عايز. طب اللي عايز يبين ازاي انه عايز؟ ربنا ساب بقى حاجة يبين بيها كل واحد اذا كان عايز ولا مش عايز. في صيام، عايز تصوم ولا مش عايز؟ في معمودية، عايز تتعمد ولا مش عايز؟ في توبة واعتراف، عايز تتوب وتعترف ولا مش عايز؟ في تناول من جسد المسيح ودمه، عايز تتناول ولا مش عايز؟ الحياة موجودة في كل دول، هي دي دائرة الحياة. اللي عايز يعيش داخل دائرة الحياة هيستمتع بالحياة مع الله، اللي هيرفض هذه الدائرة هتكون النتيجة بالنسبة له موت. فالموت حكم وعقوبة على تجاسر الإنسان وعلى مخالفته للوصية المقدسة اللي أمر بها ربنا، وأصبح هو نتيجة هذه المخالفة. وإحنا بنصلي في القداس الغرغوري في القطعة الجميلة اللي أبونا بيقول فيها: أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. يعني ربنا عمل العقوبة، بس مش عملها عشان يهلك بيها الإنسان، لا، عملها عشان يحفظ بيها الإنسان اللي عايز يعيش حي. وحتى اللي هلك نعرف نخلصه بإيه يا رب؟ قلب العقوبة دي نفسها. فنيجي في التسبيحة الجميلة أو نشيد النصرة الجميل بتاع القيامة، نقول: بالموت داس الموت. يعني الموت اللي هو العقوبة، اللي هو الجزاء أو العقوبة، هو ده نفسه ربنا حوله للخلاص. يعني احنا بننجو بإيه؟ بموت المسيح. طب وإيه اللي بيهلكنا؟ موت الخطية. فموت الخطية يشفينا منه موت المسيح. حولت لي العقوبة خلاصا. هنسمع الحتة دي من القداس بصوت أنبا بنيامين المتنيح ونرجع نكمل تاني: أنت يا سيدي حولت لي العقوبة خلاصا. تفضلوا. Oh,
خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك. شوفوا الكلام الجميل، بنكلم المسيح له المجد، بنقول له انت خدمت لينا الخلاص لما خالفنا ناموسك. هو احنا اللي خالفنا الناموس ولا آدم اللي خالف الناموس؟ مين فينا اللي خالف الناموس، احنا ولا هو؟ احنا وهو، لأنه آدم لما أخطأ كان لوحده، يعني كان هو الإنسان، فلما أخطأ آدم أخطأ الإنسان كله. فلما نيجي نتكلم في القداس ونقول خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك، أنا اللي خالفت ولا آدم اللي خالف؟ كلنا خالفنا. أنا ما كنتش موجود لما آدم خالف في الوصية، كنتش موجود كشخص، بس كانت الطبيعة بتاعتي موجودة في آدم، لأنه آدم كان يحمل طبيعتنا البشرية كلها وأخطأ بيها، فأصبحت الطبيعة كلها متحملة الخطية ونتائجها. معلمنا بولس الرسول في رومية الإصحاح الخامس يقول لكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. الآية 8، الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. أسبوع الألام كله إحنا بنفتكر فيه الخلاص اللي حصل، إحنا كنا في الموت وكان محكوم علينا بالموت، محكوم علينا يعني رايحين للموت، رايحين ما فيهاش فصال، الموت كان بيعمل فينا لأنه الموت كان متسلط علينا بسبب الخطية، وكان الموت له الحق فينا بسبب الخطية. فربنا عمل إيه؟ ربنا رفع عننا هذا الحكم. رفعه إزاي؟ كان لازم حد يموت بلا خطية، يعني إحنا نستحق الموت بسبب الخطية. طيب لو جه واحد بقى مات وهو لا يستحق الموت، يبقى هو اللي مداين مش عليه، ده يبقى هو اللي ليه. وهي دي الطريقة اللي ربنا فدى بيها الإنسان، إنه أي واحد فينا ما هوش بار عشان يموت من أجل الآخرين. يموت إزاي إذا كان كل البشرية أخطأت، العجينة كلها فسدت؟ ده السبب اللي عشانه كان ربنا أمرهم إنه الذبيحة تكون حيوانية، لأنه الحيوان ما عندوش عقل، فما عندوش خطية، فيبقى بار. فكل ما أعمل خطية أجيب حد بار يسفك دمه من أجلي، فيبقى هو مات وهو لا يستحق الموت وهو بار. طبعا
دم الحيوان لا يكفر عن الإنسان، لكن ده كان إشارة إلى البار اللي بيتكلم عنه معلمنا بولس الرسول، ويقول بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت، لكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح من أجلنا. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يعني إذا كنا وإحنا خطاه اتصالحنا مع الله بموت ابنه، طب لو إحنا بقى عايشين معاه الأمل اللي نبقى فيها دي بشكلها إيه؟ وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة، خدنا المصالحة بالمسيح. فتلاقوا في خميس العهد الكنيسة تشيل صلاة الصلح من القداس، وفي القداس بتاع سبت النور الكنيسة تشيل صلاة الصلح. نقول لها ليه يا كنيسة عاملة كده؟ تقول الصلح بالمسيح. نقول لها لا، طب مش احنا في المسيح؟ تقول ما لازم تفهموا ان الصلح تم بموت المسيح وقيامته، مش بموته بس ولا بقيامته بس، بموته وقيامته تم الصلح. عشان كده المعمودية موت وقيامة، لازم ناخد الاتنين دول، الفعلين دول أساسيين في حياتنا، موت المسيح وقيامة المسيح. عملهم المسيح له المجد لأجلنا واداهم لينا في سر المعمودية. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. الدنيا خربت، يعني الخطية مش مجرد أنه آدم أخطأ وخلاص، لا ده هو أخطأ والخطية جلبت الموت والفساد، فأصبحت الطبيعة فاسدة وميتة ومحكوم عليها بالموت، فانتشرت الخطية، فأصبحت مش بس خطية آدم، لا ده الدنيا هاصت خطية، والناس كانت عايشة في الخطية وكان في حاجات ما يعرفوهاش ان هي خطية، لغاية ما جه الناموس وقال لا خلي بالك، ده دي كمان خطية ودي كمان خطية ودي كمان خطية. فلما جه الناموس كترت الخطية، في حاجات ما كانتش معروفة ان هي خطية، لكن أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآدي. خدوا بالكم بقى من الحتة اللي جاية، الجمال بتاع ربنا عمل ايه؟ يعني شوفوا الدنيا يعني كحل قوي زي ما انتم شايفين كده، والخطية ماشية والفساد ماشي والموت ماشي، والناس مش عارفة الصح من الغلط، وربنا يدي ناموس والناس تكسر الناموس وتتحدى الناموس وتخرج بره الناموس. لكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة. ادي الخطية وشوفنا عملت ايه، وبخطية واحد جلب الموت علينا كلنا، وأصبحت الخطية فينا كلنا، وأصبحت الخطية في العالم بسبب واحد. طيب الهبة بقى اللي هي العطية بتاعت ربنا زي كده؟ مش ممكن، مش ممكن. إذا كان ده فعل الإنسان، أما الفعل الله يبقى شكل إيه؟ إذا كانت الخطية انتقلت إلينا بهذه الطريقة وسرى الموت إلينا بهذه الطريقة، طب أمال الهبة اللي أعطاها لنا الله في المسيح تسري إلينا إزاي، وتعمل فينا إيه، وتغير فينا إزاي، وتنظف إزاي؟ ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد
مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. إذا كانت الخطية ده منظرها، أمال النعمة بقى اللي بتيجي من عند ربنا تزداد للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية. العطية بقى مش زي كده واحد يغلط فيبقى الغلط فينا فبرضو العطية، لا دي حاجة أعلى من كده وأكرم من كده وأكبر من كده وأقيم من كده، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. يعني مش هندور بقى على ان احنا نغفر خطية آدم، لا، وكل اللي جه وراها وكل اللي في فكرك واللي بنقول عليه إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، أي خطية من جرى خطايا كثيرة للتبرير كله هيتبرأ. دي النعمة، الخطية وولادها، النعمة تشفي من كل حاجة، نظف الإنسان مش واحدة بواحدة، لا، لأن الله محبة، الله بيّن محبته لنا. الصليب فيه حب وفيه رحمة وفيه إنصاف وفيه حق وفيه عدل وفيه تبرير، في كل حاجة في الصليب. لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، وحيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. شوفوا الملخص بتاع قصة الإنسان والخلاص والفداء، الملخص موجود في الكام آية دول. واحد عمل فينا كل ده، وإحنا بنقول طب إحنا ذنبنا إيه؟ وإحنا يعني واحد غلط إحنا نتكحول الكحولة دي ليه؟ ما تزعلش قوي، لأنه طالما يعني بخطية واحد حصل كل ده، خلي بالك إنه ببر واحد تحصل النعمة دي كلها. والموضع اللي كثرت فيه الخطية ازدادت فيه النعمة جدا، فما يغركش إنه في خطية، وما يغركش إنه في موت، طالما فيه واحد بار، وطالما فيه بر واحد، وطالما فيه نعمة، والنعمة ليست كالخطية. دي حاجة ودي حاجة تانية خالص خالص خالص. فالخلاص اللي في المسيح يسوع ده ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم. بس ازاي كده وخلاص؟ ولا للي عايز؟ لا، للي عايز. عشان كده كان ربنا يقول لهم لو هتقدم ذبيحة، انت اللي تروح تقدم الذبيحة، والكاهن هيتكلم معاك وهتحط ايدك عليها وهتمسك معاه في حاجة انت بتعملها بايدك عشان تقول ايوه انا خاطي، ايوه انا محتاج هذا البر لتطهيري، ايوه انا محتاج اللي يعفيني من الموت عشان احيا انا وتبرر بحياته، لاني انسان خاطي واستحق الموت. لازم واحد يجي يقول ده، فيجي ربنا له المجد النهاردة ويقول لنا إن دخل بي أحد يخلص ويخرج ويدخل ويجد، ما إن دخل اللي هيخش
هيخلص. طب ليه يا رب؟ مش انت عملت الخلاص لكل العالم؟ اه. طب يعني مش ده كل العالم يستفاد به؟ اه. بس هخلص الناس غصب عنها؟ لا، لو الخلاص اهو اللي هيخش هياخده. طب عايزين نخش، يقول يلا، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. وشوفوا الفعل ايه، هو اللي يولد. ان كان احد لا يولد، انت اللي تيجي عشان تتولد. فين الارادة بتاعتك عشان تقول لربنا انا محتاج الخلاص اللي انت عملته، انا خاطي، انا واحد من المحكوم عليهم بمعصية الواحد دول، انا من اللي هلكوا بمعصية الواحد، انا من الكثيرين اللي جعلوا خطاة بخطية الواحد، انا اللي عايش في الموت بسبب خطية الواحد، أنا اللي بدور على البر الواحد اللي يعفيني من الموت وينجيني منه ويخلصني منه، أنا عايز اللي يحول لي العقوبة خلاصا. أسبوع الألام، الكنيسة في أسبوع الألام عروسة عايشة مع العريس بتاعها ملحمة الحب اللي هو بيعملها لها، تقدمة الكبيرة اللي هو بيقدمها لها، حياته عشان يفديها من الموت اللي هي فيه، فينقل ليها حياته فتعيش بدل ما هي ميتة. فالكنيسة عايشة اليومين دول بالمشاعر دي. نروح حد الشعانين وعمالين نقول وصلنا خنية تشوسي، يعني خلصنا في الأعالي، عايزين الخلاص اللي من فوق. احنا جربنا العيشة اللي تحت، جربنا كل اللي تحت، عايزين نطلع للي فوق. الموت عندنا تحت، الخلاص فوق. خلصنا في الأعالي، خلصنا يا ملك إسرائيل، خلصنا يا ابن داود. التسبيحة الجميلة تلاقوها موجودة في سفر الرؤيا الإصحاح السابع في آية 9، وهو بيقول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. فين الخلاص بقى؟ طلع فوق. الخلاص اللي هو وصلنا، اللي هو هوشعنا بسعف النخل. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين. فين دي بقى؟ خدناها إبتي المرة اللي فاتت، ثوك تيتيجون، لك القوة والمجد والبركة والعزة. هو ده أسبوع الألام. إحنا داخلين مع المسيح له المجد في الخلاص بتاعنا، ننال منه الخلاص بتاعنا، نمشي معاه خطوة خطوة وهو بيعمل لنا الخلاص بتاعنا، بنشوف إحنا كنا إزاي أجنبيين وغرباء عن رعوية إسرائيل، وهو إزاي اشترانا، وإزاي أعطانا وطنية في السماء، وإزاي أعطانا قبول، وإزاي ردنا إلى رتبتنا الأولى، إزاي كنا فاسدين كنا مائتين، إزاي أنعم علينا بالحياة الأبدية مرة أخرى. فبنعيش الأسبوع ده في هذا الاحتفال. الصبح في حد الشعانين نقول وصلنا خنية تشوسي والجالس فوق الشيروبيم اليوم مظهر في أورشليم،
وبعدين يخلص القداس تروح الكنيسة قافلة وتقول تجنيز، ويلا مين عايز يموت؟ مين عنده استعداد يشيل الصليب؟ تعرفوا تعملوا الحكاية دي التلات أربع أيام اللي جايين؟ الكنيسة بتسأل، طب يلا نعمل جنازة دلوقتي لكل واحد فيكو؟ طب يلا، اللي عايز يموت مع المسيح ويقول مع المسيح صلبت لأحيا، تفضل جنازة بتاعت حضرتك دلوقتي، أقف صلي على نفسك صلاة الأموات، ويقولوا عنك طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتعبهم. الذين يموتون في الرب، الموت جاي جاي، طب مش يبقى في الرب أحسن؟ مش يبقى بمزاجنا أحسن؟ الفلسفة بتاعت الاستشهاد، والفلسفة بتاعت الرهبنة، والفلسفة بتاعت التكريس، والفلسفة بتاعت النسك، الفلسفة بتاعت الصوم، الفلسفة بتاعت الجهاد والمطنيات، هي دي من أجلك نمات كل النهار. المسيح له المجد دخل الصبح الهيكل واحتفلوا به كملك، وفرشوا ثيابهم وقطعوا سعف النخيل وأغصان الزيتون، وقالوا أوصنا، والكهنة زعلوا، وهو بكى على أورشليم، وقف وقال لها لا يترك فيك حجر على حجر. فالكنيسة تبدأ اليوم بالمجد بتاع الشعانين ولحن فلوج مينوس وزفة جميلة وألحان مبهجة، وبعد كده تخلص اليوم بالحزيني وثبيتي أنستاسيس والبركة بتاعت البسخة وجنازة، وتقول يلا نشيل الصليب. ما نتغرب بقى، احنا طول الصيام بنستعد ان احنا نتغرب عن العالم. ما تيجوا اسبوع الالام اليومين دول نقرب فيهم شوية من ربنا وهو بيموت من اجلنا، ونخلص من الحكاية دي، نخلص من العالم اللي ماسك فينا واللي ربطنا واللي مسلسلنا. ما تيجوا، فاللي ياخد أجازة واللي يفضي نفسه واللي يبعد نفسه عن المشغولية واللي يدور مخاصم مين ويروح يصالح، ونقول لربنا لك القوة والمجد والبركة والعزة، مش في صورة الضعف اللي احنا شفناها في الألم وشفناها في الإنسان يسوع المسيح. لا يا رب، ده انت الممجد من الشيروبيم والسرافيم والشيوخ والأربعة حيوانات واللي بيسجدوا قدامك قائلين أمين، المجد والبركة والكرامة. فالكنيسة كلها تبقى التسبيحة بتاعتها في أسبوع الألام لك القوة والمجد والبركة والعز. نسمعها مع بعضينا ونرجع نكمل. تفضل. سكتتي قم نم به، نم باسمه نم به، ماي شاهيني أمين منو يلبنوتي قوم نم به، نم باسمه
الذي في السماوات يتقدس اسمك. البسخة جت بدري. كل سنة وانتم طيبين. شوفوا الكنيسة جميلة ازاي وهي بتقول التسبحة والخوارس والمرابعة زي جو السماء بالظبط اللي احنا قريناه دلوقتي في سفر الرؤية، والشيوخ واقفين، البابا واقف، الكهنة واقفين، الشوامسة واقفين، وحوالين المسبح وفي الخورس وباللبس والحان ونغم. يا بختينا ان احنا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. قبطي، احنا اتفقنا ان احنا النهاردة ان شاء الله نكمل فوق تيتيجوم، عشان في الكنيسة في فترة أسبوع الألام هتقروها كلكم بالحروف القبطي، محدش هيقراها من القبطي المعرب. ويلا نقرأ دي مع بعضينا. فوك، برافو، أيوة فوك. طيب ودي تي، طيب واللي بعديها قلنا الحرف ده برضو ت، بس كأن ت ويه مع بعض، يعني كأن الطاف واليوطة مع بعضين. وادي حرف الجيم، وادي حرف الأو، وادي حرف الميم، يبقى ثوك تيتي جوم. ثوك ادي الث، الاو الطويله، الكاف، الته، الي، تبقى ثوك تي. دي لوحديها الحرف ده لوحده تي، ودي الجيم اللي هو حرف الجنجة، ودي الاو، ودي الميم اللي هو حرف المي، تبقى جوم. يبقى ثوك تي تي جوم. كمان ثوك تي تي جوم. طيب نكتب، ادي الثيتا دايرة وشرطة من النص، وبعدين الاو ميجا، وبعدين الكبة، يبقى دي ثوك. بعديها تي اهي طاف، بعديها الاي، وبعدين نكتب تي جوم. قلنا بنعمل التي كده، هكتبها تاني، اكتبها تاني تاني، سهلة يعني، هي شرطة بس من تحت كده الديل، ونعمل الشرطة اللي فوق عشان شكلها بس يفرق عن الطاف التانية. تي، بعدين الجنجة، قلنا بنعمل كده تاني اهي زي الكي، ونشبكهم من تحت اهي كمان، ايوه يلا، يبقى تي
الاو بقى سهله، والمي قلنا في يونكتين في بعض كده اهم، تاني في يونكتين في بعض، ده حرف الميم اهو كمان في يونكتين في بعض، يبقى دي كده ثوك تي تي جوم. طيب عندنا كلمة بقى سهلة قوي، يلا الحرف ده خدناه وده خدناه وده خدناه، مين يقرأ ده حرف ايه؟ النون اللي هو الني، وده الاي، وده الميم اللي هو المي، يبقى النون يه ميم تبقى ايه؟ نيم. يبقى ثوك تاتي جوم نيم نيم ني اي مي، كل دول حروف احنا خدناهم قبل كده. يلا نفركش ونكتب، ادي الني وبعديها الاي وبعديها المي، تبقى دي نيم. فوق تاتي جوم نيم. اللي بعديها بقى سهلة، اللي بعديها سهلة، يلا ادي بي، دي خدناها برضو حرف الب، ودي خدناها حرف اليوتا، يبقى بي او صح، او بي او او، بس الاو دي بقى عايزين نمطها شوية، فنجيب الحرف ده جنبها سرقة كده، يعني ايه ما تقولوش ان احنا خدنا حرف جديد، اه يعني خلوها في سركم عشان محدش يتخض، ده حرف جديد بيتكتب سهل قوي. بصوا هنكتبه اهو فيونكا، فاكرين فيونكا اللي قلناها؟ بس دي بقى العكس، احنا كنا بنكتب المي فيونكا كده وفيونكا كده، ده نعمله فيونكا بس مقلوبة، ايوه اهي لفوق كده اهي، زي اللام ألف ولا الت المربوطة، سهلة. والحرف ده إيه بقى؟ الحرف ده بيطول الواو، هو بيتنطق بكذا طريقة بس هنا بيطول الواو، يعني دي تبقى بي أهي، بي أو أو، خلي بالكوا الفرق بين دول، أو أو يعني دي أو مفتوحة ودي او مقفوله، او او دي مفتوحه زي كلمه الصوم، ودي مقفوله زي كلمه فول، فاظن الكلمتين مش هتنسوهم، ولا الصوم ولا الفول، فيبقى دي بي او او، والحرف ده بيخلي الاو دي تطول شويه، يعني ما تبقاش بي او او، لا بي او او، ايه اللي خلاها كده طويله؟ اهو هو الحرف ده، اول ما يجي بعد الاو بيعمل في الاو كده، يروح مطول الاو. ثوك تاتي جوم نيم بي او او، جميله، بنقرا ابطي مفيش حاجه صعبه، الحكايه سهله ولذيذه وجميله. ثوك تاتي جوم نيم بي او او، بعدين هنقول نيم تاني، مش احنا عندنا نيم بي اسمه نيم بي اماهي شايني، يعني بقى عندنا كذا نيم في الجمله دي، فبقت سهله قوي علينا، خلاص نشيل بي او او بقى، عرفناها دي خلاص. طيب ناخد حاجه تانيه، نيم بي او او، نيم بي اسمه، اسمه فين السيما؟ في ولا ما فيش؟ اه في اهي، ادي السيما، ممكن نشيل كده تبقى دي السيما، وبعدين بعديها الميم اهي، وبعديها الاو، وعايزين نطولها شويه تبقى
ايوه جدعان. الحرف ده على فكره اسمه ابسلون، اسمه عشان دي نقولها اس نعملها همزه يعني، بنحط شرطه كده من فوق، وبرده كانكم ايه ما خدتوش حاجه يعني، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. الشرطه دي اسمها جينكم، هي عامله زي الهمزه يعني، لو ما حطيناهاش تبقى سمو، لو حطيناها تبقى اسمو. ادي سين ميم واو طويله اسمو. طيب لكم حرفين بسرعه سهلين قوي قوي قوي. الحرف ده لو احنا بنكتب بالعربي، ايه رايكم في الحرف ده كده؟ انا هكتب ايه؟ ياشين ياسين، مش كده؟ اهو هعمل كده، ايوه اهو هو ده الحرف ده، بس بدل ما اعمله شين كده لا، البتاع دي اجيبها من الناحيه دي كده. يعني هنعمل كده اهو، واروح عامل دي تاني اهم، واعمل دي. يلا نكتبها تاني. الحرف ده اسمه شاي اهو، ودي اهي اهو، ودي اهي اهو. سهل، حد هيكتب معانا ولا؟ اسمه شاي اهو، بيعمل كده. دي خدناها قبل كده زي الاوميجا، وبعدين نروح عاملين دي كده. يبقى الحرف ده الشاي بينطق شين، شاي. يعني لو احنا حطينا وراه الحرف ده، ها برافو عليكم، شا. تمام. طب بص بسرعه، لو احنا عملنا كده مين يقرا؟ اقروا، مالكوش دعوه بدي التلاته دول بس. ايني جدعان، يبقى دي شا ايني، بس ايني بقى في اخرها حرف اللي هو حرف اله اهو. بصوا شكله كده، ايني عامل زي الحا، عارفين الحا اللي بنكتبها بالعربي؟ مش احنا بنكتب الحا كده؟ اهو هو ده الحرف كده اهو. تاني، ايوه الحرف ده اله بتاعه القبطي، يعني دي كده شا اي ني، شا اي ني، شا اي ني. اخر كلمه بقى امين، احنا خدنا اماهي، سهله بقى اماهي. ادي الف، امسح دي. يلا والمي فين؟ مين هيكتب معانا؟ والفا تانيه نكتبها. طيب مش لاقيينها دلوقتي اهي، تبقى اما هي. فين اليوتا؟ يه جدعان، اما هي، اما هي. طب بصوا الحركة دي، لو احنا عملنا كده فين برضو؟ طيب هادي، لو احنا قلنا فاكرين الحرف ده الايتا، وادي الني، مين يقرا الكلمة دي بقى؟ آمين، برافو عليكم، آمين. يبقى كده شاء إني أمين. مش عارف هل الكاميرا تقدر تجيب معانا الكتاب الجزء ده ولا صعب علينا؟ صعب. طيب نقول ثوك تيتي جوم، نكتبها مع بعضينا واحنا بنقولها باللحن. ثوك تيتي جوم
سوك تيتي قوم نيم في أو نيم في اسمو نيم في أماهي نيم في أماهي شايني آمين. سهل ولا صعب؟ فوك تي تي قوم نيم بي او او نيم في اسمو نيم في أماهي شايني أمين فوق تيتي قوم نيم في أو نيم في اسمو نيم في أماهي شايني آمين. آخر مرة يلا ثوك تيتي قوم نيم في أو نيم في اسمو نيم في أماهي شايني آمين. في طقس جميل قوي في أسبوع الألام اللي هو سبت الفرح. الليلة دي من أروع الليالي اللي في كنيستنا القبطية، يا ريتكم كلكم تحضروها. بتبدأ بمزمور جميل قوي قوي، كان نفسي اسمعه لكم بس الوقت ما اسعفناش. المزمور ده اللي هو المزمور 151 اللي هو أنا الصغير في إخوتي، بيورينا المسيح له المجد اللي هو الصغير في وسطينا، اللي هو ابن آدم، آدم الكبير البكر، وهو الصغير بتاع آدم، هو الصغير بتاع إبراهيم وبتاع موسى وبتاع كل الآباء، لكن هو اللي وجد المسرة أمام الله، وهو اللي قدم الفداء، وهو اللي قدر يخلصنا من جلياط، وهو اللي أخد سيف جلياط اللي هو الموت العقوبة حولها إلى خلاص وموت بيها جلياط، وأعطانا النصرة وأعطانا الفرحة ونزع العار عن بني إسرائيل. احضروا ليلة سبت الفرح وشوفوا الكنيسة في جمالها وفي عظمتها، وهي بتحاول تاخدنا تنقلنا خطوة خطوة عشان ترفعنا إلى الروحيات وتخلينا نتغرب عن هذا العالم وعن كل ما في العالم. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيبقى خميس العهد، فريحكم مني ونتقابل إن ربنا ادانا عمر في الخميس الأول في الخمسين المقدسة. كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.